لأنه بسطه أقل من القمح. روح اللي بعده. سؤال هذا حلو صراحة، مش إنه صعب، لا حلو ومرتب. إذا كان M معطيني قيمة إلها وN معطيني قيمة إلها، بيقول لي جد ناتج قسمة M تقسيم N. عوض، بس عوض وعوض. M كم يا أستاذ؟ اعملها كوبي بيست. هي واحد أستاذي وثلاثة على أربعة. طيب حلو، تقسيم، هي تقسيم. N كم يا أستاذي؟ N بتحكي لي 2 على 5. طيب جميل جميل، خلينا نكبرها شوي هيك نظبط. طيب هاي كيف تتبسط؟ بتحكي لي بتحول لي القسم لضرب، بتحول لي العدد الكسري لكسر. هي ضرب، هي زائد 4 ضرب 1 4 زائد 3 7. 4 ضرب 1 4 زائد 3 7، يعني بيطلع 7 على 4. التقسيم اقلبها لضرب واقلب الكسر الثاني، هي 5 على 2. قبل ما تضرب عندك اختصارات، شوف السبعة مع الاثنين لا، الخمسة مع الأربعة لا، السبعة مع الأربعة لا، الخمسة مع الاثنين لا، ما عندي. اضرب سبعة ضرب خمسة 35 على أربعة ضرب اثنين 8. هيك خلص السؤال. هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن كسر غير فعلي. هل يمكن كتابته على صورة عدد كسري؟ طبعا يمكن. كيف؟ بحكي 35 فيها كم؟ 8. 8 16 24 32 فيها كم؟ 4 ثمانيات. الجواب حيطلع 4. طيب احنا وصلنا لعندي ال 32، 8 16 24 32، وصلنا لعند ال 32، يعني اخذنا من هاي 32 قديش بضل منها؟ بضل منها 3 صح؟ بضل 3 على 8 و3 على 8 4 و3 على 8.